السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أشخاص يقولون لك إنه أنا ما أقدر أطلب أبداً، أوكي؟ ويقول لك إنه مثلاً هذا الشيء يحس بالذل، إنه مش عارف إيش، يعني يكبر الموضوع مرة. فالمهم طبعاً هذا الشخص غالباً عنده جرح طفولة، أوكي؟ وهذا جرح الطفولة كان له علاقة بالرفض، أوكي؟ أو جرح الرفض يسمى، إنه هو صغير مثلاً عبر عن شعور حزن، يعني امتعاض، بكاء مثلا او كذا، فانهر احد قال له لا ما تسوي كذا ولا تبكي وشايف روح على غرفتك كذا، فرفض لما عبر عن الاحتياج، اوكي؟ فهي طبعا في العقل الباطن جوا مخزن عنده انه التعبير عن الاحتياج يساوي الالم، يساوي الرفض، يساوي عدم القبول، يساوي شيء من الانزعاج. هو تلقائيا يعني يسوي هذا التصرف او السلوك هذا، بس هو مش واعي عن نفسه يعني. فمعرفة هذا الشيء مهم جدا، لأنه هذول الأشخاص قاعد يعيشوا حياة يعني حزينة. طبعا أنا بقول لكم، أنا عارفة أنه في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنه ازهد بما عند الناس يحبك الناس، وهذا شيء جميل جدا صح، وأنا مؤمنة فيه، لكن لما يكون عن قوة، عن اقتناع، عرفتي كيف، عن عدم ضرر مثلا. لكن غالبا هذول الأشخاص متضررين من حياتهم، متضررين، ولكن يعني عشان هذا الخوف من التعبير عن الاحتياج هو اللي قاعد يمنعهم من التعبير، مو لانهم والله مقتنعين انه ابا استغني عن الناس واتعفف عن الناس، لا لا لا، اوكي. وهذا الشيء يسبب له مشاكل. اعطيكم مثال الان، المرأة والرجل اللي ما يعبر عن احتياجه، اوكي، او يقول انه ما اعرف اطلب، تلاقي يعني ينتظر انه الشخص الثاني هو اللي يسوي هذا الشيء، لو ما سوى خلاص ما يطلب منه، اوكي. ولكن لانه الاحتياج هذا موجود فيدمره فيألمه كثير، فيبدا يصير عنيف، يعنف بالكلام، يقول كلام مؤذي جارح زي كذا للشريك، فالشريك يقول ايش في هذا، ليش صار له فجاه كذا، صار يعني يغلط علي او كذا. او مثلا تلاقي بالذات المراه تلاقيها عصبيه جدا تصير، اوكي، لانه عندي احتياجات عاطفيه كثير مش ملبات، فتلاقيها تصير عنيفه وتخاصمه وتكلمه كلامه مزين وكذا، وتلاقيها يعني متوتره، عاملته قروشه في حياتها، كل هذا عشان ما تطلب منه مثلا والله يا فلان انا محتاجه كذا كذا كذا، ولا ابغى كذا كذا كذا. ونفس الشيء ترى على فكره الرجل كمان، هو يقول لك انه هذا تغافل، ما هو تغافل ولا شيء، انت ما عندك القدره انك تعبر عن احتياجك، سمي الاشياء بمسمياتها. فتلاقي يحس بالحرمان، ويحس مثلا يعني باستياء وامتعاض، فتلاقيه يهرب من البيت مثلا، عارف كيف، يروح دايما مع اصحابه، خلاص حاسس كذا نوع من اللامبالاه والاستسلام للوضع، اوكي. وزي ما قلت لكم يعني السبب هو اللي صار معاهم في الصغر هذا، طيب. لكن الاصل في العلاقات بالذات الزوجيه هي تغطيه لاحتياجات الانسان النفسية والعاطفية والجسدية، صح؟ فإذا أنت ما قاعد تحصل على هذه الاحتياجات النفسية والجسدية والعاطفية من الشخص الثاني، أكيد حتكون في عندك مشكلة، حتتألم، حتتعب، فهمت علي؟ فحتدخل مرحلة لا مبالاة غالبا، أو الهروب، أو شيء سلبي، أو قسوة، أو عنف كذا، هذه حاجة من هذه الأشياء، فهمت علي؟ فأنت متضرر جدا جدا جدا. الحل أولا يعني التعافي من الجرح هذا، جرح الرفض وجرح الخوف من الترك، وهذه كل هذه الأشياء، الهجران يسمونه، الخوف من الهجران أو جرح الهجران، هذه كلها يعني نتعافى من الإنسان. كيف يتعافى من الإنسان؟ بأنه أول شيء يعي صفات النمط هذا نفسه، نمط المتجنب، يفهمها أكثر بحيث يفهم نفسه أكثر، أوكي، ويفهم أيضا بالمقابل نمط الآمن، كيف النمط الآمن يتعامل مع الظروف والمشاكل والأشياء هذه كلها، يعني يتعلم عنه أكثر عشان يصل إلى ذلك المرحلة إن شاء الله بالوعي، بالتغيير شوية شوية، ويتعلم عن مهارات حب الذات، هذه أيضا كلها تفيد. الثاني مع تعلم مهارات التواصل، communication skills، هذه جدا مهمة، إنه كيف لما يجي مثلا يعني شريكك يجي يتكلم معاك عن احتياجاته، ما تكون دفاعي وما تكون خايف وتحس انه قاعد يعاير عليك ويقول لك انك فاشل ولا هذه الاشياء كلها، تحس لا انه هو معاه حق
وأنا ما انتبهت هذه النقطة، وجل من لا يسهو من لا يخطأ. عرف كيف تستمع له بإنصات واهتمام وتلبي له هالاحتياج اللي عنده. وأنت كذلك نفس الشكل تعبر عن نفسك واحتياجاتك. أوكي، فهذه من الأشياء اللي جدا مهمة، مهارات التواصل الكوميونيكيشن سكيلز، وكل هذه قابلة للتعلم يا ناس، كلها قابلة للتعلم. يعني قولوا بس كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، حتلاقوا فيديوهات كثير على الموضوع هذا. الشيء الثالث والأهم أنا أحسه بالنسبة للناس اللي بنمط المتجنب هو الذكاء العاطفي. فالذكاء العاطفي أيضا هو مهارة يتعلمها الإنسان، هي مهارات مش مهارة واحدة، مهارات يتعلمها الإنسان حتى يصل إلى الذكاء العاطفي. والحمد لله أنه في هذا الشيء موجود. يعني تخيل الإنسان لو ما عنده هالمهارة خلاص ما يقدر يتعلمها، ما يقدر يكتسبها. الحمد لله أنها موجودة. فأنت أدخل على فيديوهات ابحث الذكاء العاطفي، ايش هو، كيف الانسان يصل الى الذكاء العاطفي، بحيث تعيش حياه جميله مع شريك حياتك، مع زوجتك، مع زوجك، تنعمون. الحب نعيم، الحب جمال، الحب يعني ارتقاء بالاثنين هذولي، بس لما يكون بنعمل بالطريقه الصحيحه. لكن كل واحد يخبي اللي في قلبه وينزعج ويمتعض ويروح كذا ياخذ له جنب، وش الفايدة؟ طيب احنا ليش مع بعض اصلا؟ فهذه من بعض الاشياء اللي خطرت في بالي. يعني واللي عنده ايضا اي افكار في التعليقات اضيفوها ان شاء الله باذن الله. الله يجزاكم عني كل خير. السلام عليكم.